ايوه هو احنا مخرجنا العظيم والحبيب. عندي سؤال لك. اول شيء انا موقع كرسي صح؟ كاميرتي على يساري هنا، وانا كادري كذا، وكرسي ناظر كذا. ها مشكلة. ايش ما لقيتوا لي محل؟ انا ودي بس استاذ انا ودي الساده المشاهدين لا 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 اللي مرت في البرنامج ترى الجمهور ما شاف الا صابري. ايش والله العظيم انا بس ودي اتكلم. هاني ثواني انا اعطي المخرج الحل. لا المخرج العظيم الحل بسيط بس لفت كرسي. عطني مخرج. تعال شوف تعال شوف ما هو يجي كلوز ولا او لا مو كذا يعني احنا على الهواء ترى الموضوع بسيط. المخرج زعل بعد يعطي لك كاميرات. لا عادي عادي هاني بس بقول حاجه واحده. ابغى الاستاذ المشاهدين يعيدوا الحلقه من اولها. حاتم يتكلم الكلوز على وليد. هاني يتكلم الكلوز على علي. الشجره تتكلم الكلوز على الكاميرا. وين احنا فيه؟ الشاهد انه مخرجنا ودنا يا استاذ سامي ينتقل. مخرجنا الحين احنا عندنا لقطات بعد لك بعد لك لكن السؤال السؤال عمرك شفت مخرج في العالم يفشل فقرته عشان واحد انتقده؟ طلع بالنهايه راح يقولون من اللي اخرج الفقره هذه؟ راح يذكرون اسمك بس يعني. واحد كان في قسم التقليد. والله فشل ذريع صراحه. طيب الشاهد ما علينا. لا شوف احنا معلش لا احنا والله ما لنا كلام الحين كذا. يا اخوي في محل لا احنا احنا جالسين لا معلش اسمح لي اسمح لي. احنا جالسين احنا نتكلم عن مسرحه الشاشه ويجيك الحبيب شوف حاط لي على النخل وما طيب عادي ايش المشكله خله ما يا اخي احنا نتكلم يا اخي معليش يا اخي اذا هو ما يفهم يا اخي شغله يا اخي يتفضل يروح لاي مكان ممكن اذا يضرب بويه يسبح يطير في السماء اي مكان يتناسب مع امكانياته يا اخي امكانياتك ما هي مخرج او تروح الى مكانك الاصلي مع شو اسمه قسم التقارير محمود فلاح تخرج تقارير وكذا عرفت وتقلب المتسابقين على حقين كلام اليوم وزي كذا يعني عرفت تجيب لك افكار تروح تصور متسابق بجوالك زي كذا عرفت على اساس انك تجيب سبق الشاشه صعبه عليه صحفي الشاشه صعبه عليه. طيب يا جماعه الفكره كالتالي انا المشاهدين اللي يرجعون الفقرات الماضيه اذا جيت التفت للمكان اللي على يساري هذا التفت يعني باقي يطلع كتفي الضيف اللي معي يروح وراي انا اقول لك انت تعطيني شيء المكان كله غلط. اختصر لكم بس المخرج لو هو واثق يجيب الكاميرا نوري الناس الخطا والصح هنا في 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 فقرتنا لكن 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 الخوف والهروب هو اسهل طريقه للي ما عنده شيء مباشره يهرب يطلع الكادر الخارجي عليه عطر المحاور ما عليك فيه رجال حال اذا المخرج كان خايف منه شكرا لمهندس الصوت اللي باقي اصوات طالع للجمهور وحنا طالعين ناخذ تربع طالع تربع يا شباب يا جماعه سولف وانت منسدح كذا ممتاز الشاهد ان الصوت يصل لانحاء الدنيا كلها يصل لانحاء المعموره بدون صوره ما في اشكال. خذوا نواصل نقدنا. ابو زيده مو بقدها اليوم في نقاش في هذا المكان بين المتسابقين زعلوا على بعض الظاهر وواحد قال بالعربي يا شين مدري وشو على مدري وشو وابو زيده مو قدها. ايش رايك يا علي؟ تدري مين يبغى لهم هذول المتسابقين؟ يبغى لهم صرامه احمد سعود ها وسرور الروقي ها مشوهم على الجاده. شوف هذا واحد منهم مشوهم على الجاده فعليا انا ما اقول انك ما نقص رجاء اذا بغيت تتكلم معي لا تشتر باصبعك تقول هذا لا انا اتكلم هذا اولا اوكي هذا اقصد الشجره اولا لا تقعدين كل برنامج له ظروفه وله مقاييس لا لا معليش استاذ احمد سعود استاذ احمد سعود كان صادق معكم وكان صريح اذا اخطيت بخصم عليك. ليش انا ما تضرب ليش ما تضرب مثال بالسوير السوير رجل لا السوير تحمل جزء نوعا ما ليش يا علي لكن اتكلم عن لو تقول لي واحد تقول لي مثال سابق في النظام هذا اقول لك احمد سعود النظام السابق من السوير اول تجربه له فصح تقارن فيه لكن احمد سعود انا اتفق معك احمد سعود صريح يا سلام عليك اسمع اسمع جميل بصراحه يا جماعه والله سراق يا اخي حلو عشان ما اسحب عليه المخرج جميل بصراحه المخرج جايب لك هذه طبعا عطني تتكلم معي تعال تكلم معي لا انا اقول لك شوف كيف انا هناك 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 عشان الناس تشوف لا انا قلت انا قلت كاميرتي قدامي مثل فلاتر السناب عرفت وما ينفع عشان مع الكاميرا كذا اعيش ها مع الكاميرا اقول لك بس اتكلم بس لا تقول هذا تشتر لي طيب استاذ انت الموضوع عشان ما تكبر الموضوع هذا اول شيء ثاني شيء ففعليا زعل الشباب لو زي شخصيه احمد سعود بالقوه انه اذا اخطيت يا فلان ولعبته بالنعمه او لعبته عفوا بالمخاد امام النعمه والله ما تحمل الخصم انت تحمل الخصم ليش تحمل انا كنت نايم طيب انا كنت طيب مشغول انا كنت بعيد عن اللوكيشن اذا انا اخطات تحملت انا الضرر هذا نعم انا هنا يا حبيبي ابغى اجمع درجات ابغى اوصل للنهائي طيب نجد تقول اخيرا انتقدوا المخرج هرمنا حتى هذه اللحظه طبعا يشتكون من الصباحيات تقول يتفاعلون المتسابقين يحط يقول متسابقين يتفاعلون يحط على النايمين يا هاني احنا عارفين المخرج يعني
انه المخرج اداؤه مو بجيد ما يحتاج تخبرنا يا اخي. المخرج تقول عليك بالمخرج رصيديه تقول شبت بين اسعد المخرج وبين هاني. المخرج كفايه حركات اطفال. نعم رفع رفع رافع ضغطنا بالفواصل وتبعد. بس تبغى طيب ابغى اقول حاجه هاني. طيب انا ابغى اشكر حاجه واحده، ابغى اشكر المخرج عمر. ايه صحيح عمر، لانه عمر هو بطل كان بطلنا في كلام اليوم زيد رصيدك 6 و7 وبروفايل واحد في حياتك واحد. للاسف انه تغير الشفت واصبح مخرجنا شخص اخر اسمه استاذ اسعد. لم يفلح ولم ينجح في هذه، فشل. اتمنى عودتك الى قسم التقارير وان يعود لنا بطلنا الاساسي استاذ عمر. ترى استاذ عمر هو من كان مخرج لنا البطل. اسمع هاني الكنترول ترى صعب، فيه كم 100 وكم 150 170 كاميرا، هو متعود حق التقارير كاميرا واحده بس، هذا زحمه عليه ما يقدر يشوفها كلها اسعد. طيب طيب معقوله معقوله هذا مخرج المخرج يعاند المخرج قرب يا مخرج خير خلاص 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 يا جماعه يا اخي احترم متكشر حاتم متكشر اليوم طالب علي لابس فتره جديده طالب خلاص يا جماعه يا اخي تجي علي عشان يجيني بعدكم انا بحل المشكله المخرج هذا احسن مخرج في العالم بطل بطل اعطوه حلاوه بصفق لي برجلي هالمره بابا شاطر بابا يلا بابا رجع الكاميرا يلا خلاص مخرج انا عندي اقتراح انك تدخل معنا باتصال احسن ما تتكلم يا بيربيز اقول ادخل باتصال يقول هذا فخ ادخل باتصال خلينا نتكلم قدام الناس والله لا والله ضعيف والله ضعيف جدا جهاد ذاك اليوم قلنا له اطلع قال لا في كلام اليوم عرفت اوه قسم تقدير ايوه قديم طيب 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 يا جماعه خلاص المخرج شاطر وبطل وكويس اه هذا طيب خلاص يا جماعه خلاص المخرج يقول ما بديها بزناخه بدنا تقول تعتذر بالاعتذار اللي بالابتزاز هذا ما نبغاه نعم احنا نقول نقول كلمة الحق شئنا شئت أو أبيت نخلص على اللنق أبو زيدة أعطونا 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 أبو زيدة مقدة أعطونا أعطونا المقطع خلنا نناقشه هذا ما دخل فيه يجي غصب أعطونا مقطع أبو زيدة مقدة الأستاذ الكبير مدير مدير العمليات ومدير البرامج ومعد الفقرة ومدير الفقرة الأستاذ فيصل هويمل طيب حق ابو زيد قفشي طلع خلينا نتكلم عن عادي استاذ فيصل هويمل اتمنى تعطيني كشف تعطيني قصه ابو زيده نشوف المقطع لها ونرجع نناقش المقطع استاذ فيصل هويمل هل تسمعني طيب يا ياتي الواحد من العصر ولا موجود يا شين السرج على البقال من العصر يا حبيبي معلي والله الوعد باكل والله باكل ابو زيد ابو زيد اسمح لي اعلنها من هذا المكان انك لا تصلح قائد الوعد بروفايل بندر الوعد بروفايل ابو زيد وين العداله يا ابو زيد ما عليه يا ابو زيد تاكل خبز هناك وتقول قم وسوي وافعل ما يصلح ذا الكلام اعطني شاي 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 ابو زيد ارجوك رجاء خلاص لا تكلم ابو زيد ما يوم راح الغربات اللي قاعد مرتبه وعدك جبت كاس الله يهينك قال احنا ما نبي كاس هذه ها العين مره غربله حي الله العين طبعا لازلنا في اليوم 12 او 13 ولا زالت الاخطاء متكرره من قبل بعض الشباب سواء في الالفاظ او في الامثال لا زالوا بعقليه الاستراحه لا زالوا بعقليه الجلسات هذه الهامشيه اللي تكون يعني في اخر الليل لا بد ان تحترم الشاشه لا بد ان تحترم الفاظك وتعرف قيمه الكلمه طيب. عشان ما تقع مثل هذه الكلمات طيب الترتيب والتنظيف يقتل الابداع احنا مو شغالات انا مو مدري ايش احنا مدري ايش يا جماعه ها رجعنا لا عطنا التقرير هذا حق يا جماعة كل شوي يجيني كل شوي يجيني مخرج ثاني يقول المخرج الأول زعل وراح أنا مخرج جديد اعتذر لي وارجع لك لا ما راح اعتذر لأحد عطنا بس موافق من شغلك خليك لونك عطنا محسن بالله طيب أعطونا محسن بن دقله محسن تشرفنا يا محسن لا 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 يشرفنا وش بيقول لا 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 يشرفني خليه لا لا ما نبغى شكرا أنا أقول يا جماعة جيبوا لي سواق ولا أحد يشيل محسن من مكانه ويوديه عندنا على الكونفشن روم وينظفه ويهندمه ويرتبه
ممتاز، معي واحد ثالث الحين يقول لي اعتذر، ما راح اعتذر يا استاذ، تبي ترجع لنا رجع لنا، ما انت راجع لنا خلينا لونك. ترى نكمله بث في انستغرام، نكمل بث في انستغرام ترى عادي عادي، خلينا نشوف المقطع. اعطوني مقطع محسن بندقله ونرجع.